اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، خليها سمك النهارده. ومن حبنا للسمك احنا بنعيد الحلقه بتاعتنا يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ معايا بوري من خير مزارعنا اللي بيصدروا للدنيا كلها. بوري بولتي بيستنوه بره من الوقت للوقت علشان الطعم والجمال والسكر اللي فيه. انا هعمل النهارده البوري المشوي بالخضار. البوري محددين اقامته يتعمل سنجاري، يتعمل مشوي رده، لطيف وجميل. يعني لو سالتوني انا بحب البوري مشوي رده باستكاوي، انما اعمله مشوي بالخضار دي حاجه جديده. والفليفر والطعم من ايادي الشيف المغازي، هنشوف ازاي نعمله مع بعض. معانا سمك فيليه قشر بياض ورز مصري. جاي على بالي النهارده اعمل طبق سمك هيلسي للناس اللي بتعمل دايت، نعمل رجيم. لا ليا في السمك المشوي ولا المقلي، انا بحب اكل السمك كده سوتيه. فنشوف نعمل مع بعض ازاي شويه رز مصري غني بالنشويات والكربوهيدرات. الرز مش مضر خالص، احنا اللي بنحط فيه الاشكال المضره او الماتيريال اذا كان سمنه بلدي ولا حليب زي الرز المعمر. ولكن اعمله النهارده بطريقه هيلسي مع سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك او الشوك. معانا كابوريا الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم والمتابعين ليا واللي بسمع صوتهم من خلال شاشه القناه الاولى والكلام الحلو اللي بيقولوه فيا. انا بهديلكم النهارده كابوريا جراتان، يعني هتخليكي تاكلي الكابوريا كانك بتاكلي ايس كريم، بس خلاص في الكفر بتاعها كده. واخلي لك الكابوريا واحطها في قلب الكفر مع موزاريلا مع كريمه وايت صوص مسترده لطيفه جميله، وتاكليها مع شويه مكرونه سباكيتي بالوايت صوص او حسب الرغبه. تفاصيل كتير النهارده وخليها سمك النهارده مع تركايه المغازي اللي بتبسط لك انك تخش مطبخك تعملي اكله سمك نفسك فيها، عزم حماتك عزم ماما عايزه تاكليها سمك من ايديكي. تابعوا الحلقة بعد الفاصل. تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقة هيمشي معانا ازاي؟ معانا سمك بوري، وزن السمكة يتعدى 600 جرام، يعني 600 وكسور تقريبا. حلو. ومعانا سمك فيليه قشر بياض، ومعانا كابوريا سليمة ورز، وشوفوا هنعمل مع بعض المنيو بتاعنا ايه. هبدا باول حاجه السمك، هعمله مشوي بالخضار. ما يديره على الشاشه سمك بوري حسب عدد افراد الاسره، كيلو 2 كيلو وحدايه 2، يعني دي ما فيهاش تقيد، يعني حسب عدد افراد الاسره. معانا من الخضار فلفله ملونه، بصل وتوم، الخضره اللي انت حباها بس الاساسي فيها بصل وتوم وطماطم وفلفل ملون. حلو الكلام. والبهارات بتاعتنا اللطيفه، وما تنسيش الكرفس والكزبره الخضراء والبقدونس والشبت، تشكيله من الخضار اللطيف الحلو. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. هنخلي الكابوريا دي على جنب لما يجي وقتها، بس انا عايز اعلمك حاجه وانا شغال. انت لما تيجي تخش المطبخ الشيف المغازي قبل ما اخش يقول يا شيف معاك 50 دقيقه، فانا بظبط شغلي والتايم بتاعي واللاين الشغل بتاعي على 50 دقيقه. انا عايزك في نفس الموضوع في المطبخ، وراك اشغالات تانية، ولاد داخلين على مدارس هنذاكر لهم، اهتمامات زوجيه، بيتك، ضيوفك، استقبالك، تهتم بنفسك، ما تقضيش وقتك كله في المطبخ. هتقضي يعني نص يومك كله في المطبخ؟ طب يعني نحسب العمر، يبقى انت رايح نصه في المطبخ، ايه النتيجه؟ ممكن تطلعي في الاخر بطبق او اتنين. معايا مكرونه عايز اسلقها، لان هقدمها مع مكرونه جلاتان. بعمل ايه؟ بسلقها وانا واقف كده. انا استفدت من النار واستغلت الوقت بالشكل ده كده. مكرونه ميه بتغلي اهيت، معاها شويه زيت، وابدا اشتغل في صينيه البوري وانا شغال. حلو. هناخد البوري بتاعنا متنظف زي الفل، دايما تشتريه من عند الراجل السماك، قول له يا راجل يا طيب عايز يا سمك تنظفه لي زيت وليمون. يعني ايه زيت وليمون؟ يعني تشيل الصدف منه وتشيل بطن السمكه وتبقى معايا بالشكل ده كده. وحذاري الكلام ده لازم حضرتك تبقي انت عارفاه، تروح السماك تقولوا له شيل لي راس السمكه وديل السمكه، مش عشان حاجه، عشان لما تروحي البيت تعرفي انت خدت سمك ايه من عند السماك، ما نضحكش عليك. تعرفي البوري من القاروص من اللوت وهكذا، تعرفي البلطي من الدنيس من الوقار وهكذا. مهم جدا انك تخلي ديل السمكه وراس السمكه هما عنوان السمكه. السكينه جاهزه معايا، بشيل الراس دي مش عايزها. حلو. وكمان الراس دي مش عايزها، يعني ايه ملهاش لازمه. ممكن نعمل حاجه حلوه دلوقتي مع بعض، بنحطها في ميه بتغلي على النار
بناخد منها شويه شوربه حلوين، مع ان راس البوري يعني او البلطي عموما يعني بتبقى نسبه الدهون قليله في الشوربه بتاعته. لو قرايه ماشي، قشر بياض ماشي، وهكذا. عندي ميه بتغلي على النار، بحط راس السمكه هنا واخد منها شويه مرق حلوين يعني. احط معاها عود خضار كده، بصلايه تومه، وانا شغال. حلو الكلام؟ زي الفل. شويه الشوربه دول هينفعونا في طبق مكرونه بنعمله، في طبق شوربه بنعمله، وهكذا. السمك جاهز معايا، بجهز الخضار بتاعنا، بس خلونا اقطع السمك الاول وارصه في الصينيه. بجيب الكسروله دي كده، تسمعي مني طريقه حلوه لشوربه السي فود، واهداء للوالد، ربنا يديله الصحه يا رب ويخليه لك، وكل سنه وهو طيب، وكل سنه والناس الطيبه اللي عيد ميلادهم النهارده. بنحضر الصينيه بتاعتي، يعني بتسلى معايا توم. شفت الجو ده كده؟ تومه، زيت زيتون، شويه بهارات حلوين، بصلايه مفرومه ناعم. فرضيه الصينيه كده، ركزي بقى عشان السمك ده بيحب الدلع شويه، تهتمي بيه لانه عزيز شويه. حلو؟ ويترص البوري في قلب الصينيه دي كده ني. طب الخضار هتحطه ني يا شيف؟ انت مستعجل على رزقك ليه؟ انت وراك حاجه؟ شوف الحلقه للاخر وقول لي رايك. ادي كزبره خضراء مع كرفس، كل ده في قلب الايه؟ ارضيه الصينيه. حلو قوي. والبهارات، بناخد البوري بتاعنا ده كده. دي كام؟ تقطع لكام؟ دي للسمك، هشيلها من هنا مش عايزها. ودي واحد اتنين على تلاته، تقطيع دي كده نفس القصه هنا. شوف انا بقطع السمك ازاي. ارص هنا كده نفس القصه، ورا بعض كده. ناخد دي كمان على تلاته، حاجه ما خدتش وقت، هتحطها في الفرن وتنسيها لمده ساعة، نص ساعة، حسب حجم السمكة. على فكرة بالشكل ده كده، نفس القصة برضو. حلو. نفس الموضوع، تمام. ونشيل البلانش اللي قطعنا عليها ده كده، مش عايزينها. حلو قوي كده، لغايه دلوقتي زي الفل. هنجيب بلانشه ثانيه وسكينه ثانيه، ونشتغل مع شويه خضار حلوين لغايه كده. السمك نركنه على جنب، خليه كده ايه على الصوره الحلوه. الخضار بتاعنا فلفل احمر، بتقطع كريات صغيره، فلفل اصفر يتقطع كريات صغيرة، معانا بصل بالشكل ده كده، قطع جوليان، معايا طاسة شديدة الحرارة هنحط فيها زيت زيتون، ونمسك البصلاية دي نكرملها مع زيت الزيتون عشان ناخد الفليفر والطعم بتاعها. خلي بالك، طاسة هنا زي الفل سخنة، اللهم صل على النبي. شوية زيت، شفت المكرونة بتستوي، كسبت وقت. عندك حاجة تحطها في الفرن والفرن جاهز، حط شوية بطاطس يتسلقوا، مش مشكلة طالما الفرن شغال على الفاضي. دايما بنيجي نعمل كيكة نولع الفرن ونسيبه، هنعمل مكرونة نعمل سمك بنولع الفرن ونسيبه، إذا كان غاز أو كهرباء. إيه المشكلة لما أحط شوية بطاطس أشويهم؟ ايه المشكلة لو عندي قرع عسل احط نص قرعة عسلي واشويها؟ حلو الكلام. ايه المشكلة لما احط خمس ست بصلات يتشو؟ بصل المشوي ده انا بعشقه. هناخد البصل ده كده، بالمناسبة انا معايا هريسة حلوة اهيت، هستخدمها في الطاجن البوري بتاعي. حاضر يا امي. الفلفل الارنوتي او الفلفل الاحمر اللي بيطلع منه الهريسة الحلوة بتجيبيه يا امي، يتغسل وهو سليم كده، وبعدين نشيل البذر منه. سامعاني طيب؟ وبعد كده بنحطه في مكان تهويه مشمس مثلا يعني، او في البلكونه او قبال الشباك كده، الجو اللطيف الحلو ده كده، لغايه لما يتيبس. حلو. وبعد كده لما تلاقيه نشف زي ما بنعمل الباميه،
وبعد كده بناخده بنفرمه في قلب الكبه. ده الصح يعني اخواننا السوريين، ده شطار في عمايله. وبعد كده ست الكل بنحط عليه بعد ما يتفرم يتحط عليه زيت زيتون ويتخزن في برطمانات تستخدميه وقت ما انت حابه. ده الخضار بتاع السمك بتاعي، البصل والطماطم والفلفل الملون. اخبار البصلايه ايه؟ ليه ما عملتش مع البصلايه كده؟ ما انا البصلايه دي عايز وقت وعايز طعم وعايز كرمله، فانا حطيتها في النار هي الاول بالشكل ده كده. انا بقى ضد ان احنا نحط كله ني في ني، اللي هو ايه البوري مع الخضر. لا لا، لازم اساوي الخضار واحطه على السمك، لان نسبه تسويه الخضار غير نسبه تسويه السمك. السمك ده هيستوي في 5 دقايق في 10 دقايق. زي ما انا شغال كده زي الفل. باخد الخضار بتاعنا ده كده، الله الله، صوت البصل بيجوع. ينزل بالخضار ده كده. في الكزبره، في الكرفس، في الثوم، في الطماطم، كل ده مع بعض. معايا شوربه، معايا هريسه حلوه للست الكل كانت بتتكلم عليها دلوقتي. معايا مكعب زبده اهو. كل ده هينزل على البوري دلوقتي، عاشق ومعشوق. ناخد مع بعض الشوربه اللي عندي، فاكرينها دي اهي، شوربه السمك البوري. بنزل بقى هنا كده، الله الله عليك يا شيف. بس خلاص نظبط الملح بتاعنا والبهارات بتاعتنا، شويه كمون، السمك البوري يحب الكمون، شويه بابريكا حلوين، شويه كركم مفيد، فلفل اسود والملح بتاعنا، كل ده على الخضار، ما حطيناش حاجه على البوري. ركزي معايا بقى علشان الموضوع هنا فيه خبره طهويه. سمكه البوري خليها زي ما هي كده، حلوه قوي. قلب ده كله مع بعضه، الله على الريحه الحلوه. ريحه الكرفس مع الثوم مع البصل، الكرمله اللي كرملناها مع مكعب الزبده، بهاراتك الحلوه. ناخد الخضار ده يا عم الشيف بريحه الكرفس الحلوه اللي قلبه الاستوديو ده كده زي ما هي كده. وعندي سمك انا قطعته بالشكل ده كده اهو. هناخد الخضره دي يا عم الشيف زي ما هي كده، تاخد غلوه على النار هنا. غير ان انا اقطع الخضار ني في ني مع السمك، انا مش بحب الجو ده، بتلاقي السمك زفر في الاخر. انا حطيت التوابل بتاعتي مع الطماطم والبصل، حابه تحطي كوسه حطي، سبانخ يا سلام لو في سبانخ طازه، جرجير يا سلام لو في جرجير يتقطع مع الخضار ده، ما اقولكيش بقى. كل الكلام دي والافكار دي خليك احسن منه واعمليها. انا بحطك على الطريق وانت سوقي. ناخد الخضار ده عم الشيف زي ما هو كده ونوزعه على البوري بتاعنا بتاع خير مزارعنا. يلا زي الفل. تنزل الشوربه دي كده بطن السمكيه. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180، وتبين شخصيه السمك كده عشان ما تبانش ان هي صينيه تورلي. تضحك انا عارف. سمك دافعين فيه فلوس ده قد كده في الاخر نغطيه؟ لا بالعكس، عشان يبان على الصينيه كده ان احنا عاملين سمك بوري. ينزل كده ما بين السمك وبعضه. شفتوا صينيه البوري الحلوه دي كده؟ صورني معاها دي ولا نوديها فين دي يا فاروق؟ قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين. قشط جول العل العيد، شويه كرفس. لازم تبيني جلده السمكه وشكل السمكه وعنوان السمكه علشان في دهون اوميجا 3 ما بين جلده السمكه ولحم السمكه. دي اللوكيشن بتاع الدهون او اوميجا 3 في السمكه. درجه حراره الفرن عندي 180، صلي على الحبيب قلبك يطيب ان شاء الله. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده وندخلها الفرن ونبص عليها بصه الوداع. لمده 15 دقيقه 20 دقيقه حسب حجم السمكه ووزنها. ونقفل الفرن وناخد بعضينا جري ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. رز مصري غني بالكربوهيدرات والنشويات، سمك فيليه قشر بياض خالي من الحسك والشوك. هنعمل طبق هيلس النهارده للناس اللي حبايبنا اللي مش بيحبوا المقلي ولا المشوي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض
بيحصل طبعا حاجات في الفاصل، حاجات جميله. اللي يقول لك يا شيف بوغازي احجز لي المكرونه، شيف بوغازي انا عايز ازق اسكابوريا، شيف بوغازي انا عايز اكل الرز اللي بالسمك ده، حاجات لطيفه وحلوه. وانا منهم، انا كمان ببقى عايز الحاجه اللي بعملها دي بعد ما نخلص نعيش فيها. انا عندي هنا بجد يعني، خلينا كده بس نشوف لان ده الاهم، حل على النار فيها كل حاجه حلوه، راس السمكه وديل السمكه، وكان معايا شويه خضار باقيين من تقطيع الخضار بتاع البوري، كل ده في قلب الحله مع بصل وتوم وكرفس، وبتغلى على النار. طب ما تيجوا نستخدم الميه دي ونستفيد بيها مع شويه رز حلوين، ما فيهاش اي دهون خالص، والله ما حطيت لا زبده ولا سمنه ولا زيت، ميه شوربه. اهي جيبوها لي كده يا شباب، فرسان تبزون المصري فيها، ده البوكي جرنيه سي فود اهو. فيها سمك، ده سمك كل تقدري تعملي شوربه صياديه، شوربه سي فود، تعملي مكرونه زي ما انت حابه. تعالوا نعمل النهارده رز مع بعض. الرز ده بهديه لحبايبي اللي مش بياكلوا السمك مقلي ومش حابينه مشوي، وعندهم كده يعني تحفظ مع اكله السمك. معانا رز، معانا سمك فيليه قشر بياض، معلقتين من زيت الزيتون، بصلايه بريئه، فص ثوم طازه. حلو؟ اللهم صل على النبي. هتعمله ازاي ده يا شيف؟ طب قول لنا يعني نعرف. اصبر على رزقك. بصلايه على النار، مقادير شفناها مع بعض اهو، زي الفل. تمام، هنحط البهارات بتاعتنا. البهارات مفيده، مفيش مشاكل منها، حتى لو بنعمل دايت بالعكس بتنشط الجهاز الهضمي، بس نبعد عن السبايسي. شويه كركم انا بحبه، ده الكركم مفيد للجهاز الهضمي، وخاصه الكبد بيلعب دور مهم جدا في تنشيط الكبد وجلي الكبد ونقاء الكبد، فعشان كده نستفيد بالكركم. الصبح معلقه عسل مع معلقه كركم، ميه دافيه، ميه فاتره يعني مش سخنه، وتشربيها، تشربيها لجوزك قبل ما يروح على الشغل، هيتنه طول النهار يقول لك انا بحبك. شايفه كده البصلايه على النار اهي، معلقه الزيت، البصلايه اتحمرت زي الفل. ركزي بس عشان الموضوع هنا هيعجبك قوي على فكره. هعمل ايه؟ زي ما هي كده، باخد السمك ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، في قلب البصلايه دي كده، قابلني عود شبت في طريقي باخده، واقلب البصلايه دي يا مغازي مع السمك ده، وفي الاخر ارفعه من الطاسه، كفايه عليه كده. حلو الكلام؟ تمام. اجهز طبعا علشان ارفع فيه الايه؟ السمك ده. ليه يا شيف؟ زعلك في حاجة؟ اصبر على رزقك. خد لون، خد طعم، كله على عينك يا تاجر. عود الشبت حيران بينه؟ اوعى تقطعي الشبت عشان ما يقلبش معاكي محشي. هعمل ايه يا شيف؟ اخد السمك تاني. ايه ده؟ ليه تعذبني يعني؟ ايه هو ده؟ انا عايز كده. انا صاحب الاختراع ده وعايز كده. اخد السمك اشيله كده بالشبت بتاعه كله. ما تستنيش عليه لما يستوي، هيتهري ولا هتشوف السمك ولا تشوف الحله، ونشيل كل ده مش عايزه. وفي نفس الحله، في نفس الطاسه، وعلى نفس البوتاجاز ننزل بالرز، ونقلب الرز، ونفلفل الرز. خلي بالك انا رامي حمل هنا على الله الاول، ثم على شويه شوربه فيهم كل الخبره الطهويه، فيهم روس السمك، فيهم ديل الجمبري، فيهم روس الجمبري، فيهم الخضار، فيهم الكرفس، فيهم البصل، فيهم التوم، كل ده مع بعضه. شفت الرز خد لون ازاي؟ ده رز. فين الدهون اللي استخدمتها؟ حطيت قشطه بقى وحطيت سمنه بلدي بقى، الرز المعمر خالص. واستنى على الرز ده كده لغايه لما يتفلفل بين ايديا وحياه عينيا. حاضر يا غالي. البوري لا ينساه خالص دلوقتي، البوري وزنه 700 جرام 600 جرام، قالوا لي في الفاصل يا شيف البوري ده وزنه 700 جرام، عايز وقت في النار، خلي بالك. تحميره حلوه. بس خلاص كفايه عليه كده. ونظبط الدنيا كده والجو ده كده، ونعمل اللي عملناه من شويه. اللهم صل على النبي. السمك ترص هنا كده،
ايه الشقاوة دي يا شيف؟ النهاردة انت مبدع. عايزك تعمليه بنفس الطريقة، بس قبل ما تخش المطبخ وهتعملي الجو ده اكتبي على باب التلاجة حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. حقوق الطبع لدينا وبس. الرز على النار، السمك عملناه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. احنا اتفقنا نكتب ايه؟ حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. اوعي تقلبيه خالص، اوعي تيجي جنبه. خلاص الرز خد وقته في التقليب وخد حقه. والسمك شوحناه على النار بالتوابل والبهارات. ولما تيجي تحط الميه المغليه والشوربه الحلوه دي كده، او الكنز اللي بين ايديا ده كده، حطيه على الرز ما تحطوش على السمك، عشان الميه ما تاخدش التتبيله اللي على السمك وتنزل. زي ما انا شغال كده. هتقولي احط كده يا فاروق؟ مش تقول لي بقى كفايه ولا ايه؟ مش احنا اتفقنا لما اجي احط ميه تقول لي كفايه؟ لحد ما ايه؟ تروح مني فين انا مش عارف. انا باخد الفلفل الحلو ده كده، هي المصريه هنا والنفس المصري والطعم المصري في القفشه دي والبهجه دي والشفافيه اللي انا بشوفه دلوقتي. الرز على النار فورناه، قلبناه، فلفلناه مكان تحمير السمك والتوابل. انا حطيت البوكيجر دي بتاعي وحطيت الميه بتاعتي. عم اشرف خطفني بكلامه الحلو. تن احط ميه كده وانا واقف لغايه لما الميه تنشف ويبقى السمك باين وما تقلبهوش. وخدت نقيت الفلفل بالطماطم والخضره اللي انا حاططها وغطيها، وقال لك انت على الرز مع السمك لما يستوي. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ولازم نشرح للأمانة والمصداقية والشفافية والوضوح والصراحة على شاشة التلفزيون المصري. يعني ايه يا مغازي؟ يعني انا معايا حلة على النار فيها الكنز، فيها روس السمك، ديل السمك، قشر السمك، قشر الجمبري، معاها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل، بستفيد بيها. خدت منها شربت الرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده، السمك على الوش، هتحتاج مني كمان شوية شوربة. حاضر يا غالي، هنشوف البوري دلوقتي. اصبر تقلقش. ما قلبوش، خلي بالك بس، نار هاديه بقى. الاكله دي اكله صحيه، بهديها لحبايبنا اللي عاملين هيلسي وعاملين دايت، لا مالي ولا مشوي، طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. اغطيها واسيبها. نيجي للكابوريا الجراتان اللي انا هشتغلها دلوقتي بخبره طهويه بسيطه وسهله لكل ام بتحب تاكل ولادها سي فود. كابوريا يعني فوسفور، يعني مفيده جدا. ولادنا بيخافوا منها، بيبقوا عايزين ياكلوها، بيخافوا من الرجول بتاعتها. نقوم نعمل حاجه حلوه وناكلها لهم بطريقه سهله وبسيطه زي الايس كريم في البوله كده. حلو الكلام. نقول يعني نقول مثلا ايس كريم كابوريا مثلا. حلو. الكابوريا جبناها سلقناها مع الشوربه بتاعتنا اللي هي كانت في البدايه خالص. جبت طاسه وحطيت فيها الكابوريا. سكت الكابوريا، شلت الكفر وسلقتها بالشكل ده كده. وكان عندي شويه كمان لحم الكابوريا عشان عايز شويه كابوريا حلوين مهروسه بالشكل ده كده. ده لحم الكابوريا، يعني عشان اطلع شويه اللحم دولت بالكيلو كابوريا تقريبا. سلقناها وسبناها لما تبرد. مساعدين بتوع الشطار خدنا لحم الكابوريا ده بالشكل ده كده وهرسناه. موجود معايا، ومعايا الكابوريا هنا التانيه بتغلي على النار. باخد الكفر بتاعها، عايزه فين الكفر؟ اهو خليهم دول، انا عايزهم انقيهم كده. ده اللي هيطلع معانا، شايفين لونه فوسفور ازاي؟ اهو. ولازم تفتحيه كده عشان ما يبقاش فيه زفاره لما تيجي تسلق الكابوريا. اهو الكفر ده بنشوفه في الصور، الفوتو سيشن فود، بيبقى شكلها حلو قوي في الصور. اهو كام واحده يا شيف معانا؟ كام واحده؟ اهو اخد كل ده، تول تلاتة ستة. حلو قوي. واخد الكابوريا دي كده، شوط الشرب دول عايزهم انا. حلو قوي. ناخد الشوربة دي هنا كده في قلب الطاسة. الله عليك وعلى والديك، ايه الدلع ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ورجع الطاسة دي هنا كده، وتعالوا بقى ايه نتدلع شوية. معلقة زيت زيتون، مكعب
من الزبده. اللهم صل على النبي. ركزي معايا عشان الموضوع هنا شيق. مكعب من الزبده. مع مكعب الزبده ده شويه دقيق. حاضر. اه يا غالي السمكه. لا والله العظيم انت ابن حلال، انا بهدلك الصينيه دي، جيت في وقتك يا حبيبي. لو كنت استنيت اكتر من كده كنت زعلت قوي. اه صينيه بوري بتتكلم مصري، لان البوري بوري مصري من مزارعنا الجميله الحلوه اللي بنصدره للدنيا كلها. يا جمالك ويا دلعك يا مغازي. يلا بألف انا وشفا للي ياكل. سيب كل حاجه وركز معاها. حلو قوي. لا فله فله، انت مش معايا الصوره على الشاشه حاجه وقدامي حاجه تانيه، خلي بالك. حلو قوي. انا مش هشتغل في الكابوري غير لما اشوف الصينيه دي، ما تقلقش يا غالي، اقسم بالله العظيم فله. خلي بالك اهو، خلي بالك. ده اللون وده الشكل المطلوب. شفت البوري مهري؟ شفت الصوت ده؟ سمع الصوت ده؟ ايه الفص ده؟ شفت السمكيه؟ شفت الفص طلع ازاي؟ يا ويلي يا عذابك يا اوبا. تفاصيل تفاصيل. فين 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 الحلاوه؟ سمع الصوت ده؟ ده الصوت اللي انا عايزه. حلو قوي. تعالوا مع بعض نكمل القصه اللي احنا شغالين فيها، الحكايه دي. زبده، زيت، شويه زعتر، فص توم جريء، هنيه. لا بس انا عايز التركايه دي، سيبك من المقادير الله يرضى عليك، خلي دي عشان دي مهمه جدا. طاسه فيها زبده، فيها زيت، فيها تومه، فيها معلقه دقيق، ونقلب دول كده مع بعض. التوم يتحمر مع الدقيق بالشكل ده كده. لسه ما خلصتش، اصبر لغايه لما اشم ريحه الدقيق والتحميره مع الزبده والزعتر. شويه حليب، بعمل وايت صوص له شخصيه بيتكلم سي فود. بس خلاص. وقلب. ننزل بالكابوريا المخليه على الوايت صوص قوي الشخصيه. لانه معمول بالجمبري والكابوريا والسي فود. ايه الدلع ده يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده مش ايس كريم، ده متعه. هو ده. لسه ما خلصتش. بقول خلصت شيل الكاميرا. جبنه موزاريلا. ادتني قوام، ادتني شياكه. اوعى تحط ملح، لان في ملح اصلا في شوربه سلق الكابوريا، والجبنه الموزاريلا فيها شويه ملوحه، فهنا الملح كده هنا في كلام تاني عشان في اطفال ياكلوا منها. تحط شويه جبنه كمان. ناخد يا عم الشيف الخلطه الحلوه دي كده زي ما هي كده، كذا معايا بقى، ودي انا مش عايزها، ونجي هنا الكلام يحلى. حلو. ونجيب المكرونه بتاعتنا اللطيفه دي كده، دي مكرونه اسباجيتي مسلوقه. كابوريا صف في قلب الكاسروله، واخد بالمعلقه كده، ولحم الكابوريا هنا يا ويلي، ولحم الكابوريا هنا يا ويلي. جوه الكفر مع البطروخ مع الجبنه مع الهريسه بتاعه الكابوريا. شايفين السي فود؟ حلو. لسه ما خلصتش كل ده، شيله من هنا. باخد الجبنه الموزاريلا، عايز احدد الكابوريا عشان ما يبقاش كله ايه مع بعض. احط الجبنه كده في النص على كل واحده من الكفر. الف هنا وشف زي ما انا شغال كده. عشان احط بقى جبنه في الاماكن التانية. ليه بقى؟ انا حاطط جبنه مع التست مع الكابوريا عشان تبقى معروفه كده في قلب الايه كاسرولة. فرش زعتر على الوش كده، رشه جريئه بتاعت المغازي اهو برضو هنا. لازم يبقى لها عنوان كده في النص، خط برليفه من الكابوريا. شويه خضره هنا، لوحه فنيه
من الكابوريا واخد دي يا عم الشيف في الفرن. انا باخد رجول الكابوريا كده عشان اللي قاعد على السفره يعرف ان دي كابوريا اهو، ازين بقى الطبق ده كده، ده الطبيعي يعني اهو زي ما انا شغال كده. حلو، درجه حراره الفرن عندي 180، دخل الصينيه. ايه المطلوب من الفرن هنا؟ مكرونه مستويه واخده الوايت صوص، واخده الجبنه الموزاريلا، واخده طعم الكابوريا وقلب الكابوريا، واخده الجبنه الموزاريلا، كل ده مستوي. انا بديها وش جراتان. بيسالوني يعني ايه كابوريا جراتان؟ هو ده الجراتان. نشوف الرز اخباره ايه، نشيل كل حاجه من هنا، كل حاجه هنا ملهاش اي لازمه كده، وناخد طبق رز حلو نغرفه. بهديل كل حبايبي اللي عاملين هيلث فود، اللي عاملين دايت، اللي مش عايزين ياكلوا لا مشوي ولا مقلي. اروق الكاونتر بتاعي، بس طبعا عشان اغرف الرز ده محتاجين للخبره الطهويه، لازم اخد السمك ده في طبق تاني على جنب، وبعد ما اغرف الرز كويس ازين طبق الرز بالسمك اللي انا بدات بيه في البدايه خالص التسويه. مهم جدا خلي بالي عشان الاكله تبقى ظابطه معاكي. هناخد السمك اهوت نشيله من قلب الكسرونه ونشيله بالراحه خالص من غير ما يتهري مني. اللهم صل، جيب الصوره الحلوه دي يا فاروق، الله يبارك لك. ليه تزور النبي يا طيب؟ ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ عشان لما اغرف الرز ازينه بالسمك ده. نعم ينفع، بيقول لي ينفع نعمله بالجمبري، تغاوي بقى. ينفع نفس الطريقه، تجيب الجمبري الجامبو، طلع اللي تحت البلاطه وتقشره، تشيل عرق الرمله، وزي ما اشتغلنا مع الفيليه تشتغل مع الجمبري الجامبو، وتسميه رز بالجامبو، بالجامبو شريم. السمك شيلته اهو، نقلب الرز كده. الله، ايه الحد ده؟ لا لا لا، انا مش عايز ده سمك ولا عايز جمبري، انا عايز شويه الرز دول اللي ما واخدين شوربه السمك. جيب القاع، جيب البحر من تحت، البحر بيتكلم مصر. ادي الرز بتاعي، لا تاكلي معلقه من الرز ده وتقولي تسلم ايدك يا ام غازي. ما يتعملش غير برز مصري عشان برضو من ايه فلسفه. ليه؟ الرز المصري بيديك الطعم والكربوهيدرات والنشويات بتاعته في السي فود بالذات. العالم كله ياكل مع السمك رز مصري. طبق بيتكلم مصري. يا باشا مفيش هزار، مفيش، لسه ما خلصتش. باخد ده يا عم الشيف وارص السمك على الوش طبيعي يعني. بمعلقه كده خلصنا. عينيا طلع كابوريا دلوقتي واجري، عايزين نمشي. طبعا عارف حضراتكم مش عايزين نخلص، مستمتعين، بس معانا الاخراج بيقول لي خلاص وقتك، لازم نحترم الكلام ونحترم القرار. في ليه على الوش اهوت بالشكل ده كده. طبيعي يعني. شفت الحلاوه؟ انا شخصيا لو قدام الطبق ده ولا هدور على سمك ولا حاجه، هاكل الرز بس وخلاص، مع قطعه من السمك البوري المشويه بتتبيله المغازي بالخضار بالطعم اللطيف، واحلي بالايس كريم، الايس كريم اللي هو في الفرن. طبعا اللي مش حاضر الحلقه من الاول هقول لك شيف المغازي ده عبيط، ايه ايس كريم في الفرن ده؟ كابوريا، كابوريا الجراتان. حلو الكلام. طلع الكابوريا جاهزه، ازاز كابوريا، هي مش هتتأزأز، هي هتتاكل بالمعلقه. اللهم صل على النبي. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ حبايبي هي عايزه هسه مع، خلاص سيبوها شويه بس عشان نشوف صورتها حلوه، عشان الموضوع ده لازم يتم زي ما انا عايز. بس خلونا نشرح شويه تفاصيل كده مع بعض. تليفونات حضراتكم اللي انا بسمعها وانا شغال بتديني كل الاهتمام وكل الطاقه الايجابيه اللي بتخليني اجتهد بقدر استطاعتي واستطاعه فريق العمل اللي انا شغال معاه وفخور بيه، من مخرجين مصورين لانتاج لكل فريق العمل في مزبيرو هنا وفي التلفزيون المصري، ان انا اطلع حاجه حلوه. ليه؟ موفرين لي كل حاجه، حتى الكلام الحلو على شاشه القناه الاولى بسمعه. طب انت عايز ايه تاني؟ طبخ يا جاريه، كلف يا ابو غازي. وانا شغال زي الفل.
فانا طب عملنا اكله سمك النهارده، وانا عارف حضراتكم احنا متورثين واجيالنا ان احنا دايما بعد صلاه الجمعه التوب الابيض الحلو ومبرفنين نفسنا وطالعين من الصلاه، بنلاقي الراجل الطيب قاعد بالسمك قدام الجامع. الكلام ده كنا نشوفه في الريف المصري والصعيد المصري، وهو موجود لغايه دلوقتي. فبناكل السمك دايما يوم الجمعه، عشان كده استقرينا في ان يكون بعد صلاه الجمعه حلقه السمك اعاده، واحنا كمان بناكل سمك معاكم. فعاملين النهارده صينيه بوري لطيفه وجميله، عملناها بتكنيك عالي من الخضار واللطافة، وازاي السمك من غير تتبيلة من غير اي حاجة خالص مفيهوش زفارة. نزلت بالخضرة بالخضار بالتوابل بتغلي على النار، نزلت بقى على السمكة ودخلتها الفرن مباشرة. عملنا صينية رز او شوية رز بالسمك الفيليه للناس اللي حابة تاكل سمك لا مقلي ولا مشوي وتريح معدتها من المقليات والدهون، فعملته بطريقة بسيطة وسهلة واقدر اقول هيلث بنسبة 90%. نطلع الايس كريم من الفرن، الايس كريم كابوريا مخليه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، اول اللهم صل على النبي. اضربي بقى الشوكه، اضربي السكينه، اضربي المعلقه، هيطلع لك جنب، هيطلع لك كابوريا، ويطلع لك مكرونه جراتان، ويطلع لك موزاريلا، ويطلع لك لحم الكابوريا، ويطلع الطعم والفليفر والحب كمان. رؤيا فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.